الأفاضل نجدد لكم التحية في انطلاقتي وتحدياتي هذا المساء هنا الذي نتابعه من أرضية هذا الميدان شوطنا العاشر هنا المنطلق في تحديات هذا أيضا المساء الذي نتابعه من أرضية هذا الميدان. نسير معكم هنا بالانطلاقات، نسير بالتحديات، نسير بالإثارة مشاهدينا الكرام، ونتابع الأبكار المهجنات وصدارة هذا الشوط والمقدمة الهنوف لسلمان بن فالح بن ناصر المغيري العتيبي المنطلقة، ولكن هنا مياسة من الجانب الآخر، مياسة من تسللت حمد بن محمد بن مضحية العامري على الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني تأتينا هنا الشبابية لمحمد بن سويد بن قشمان المنصوري المنطلقة بهذا الانطلاق وتحدي الوصول من سجة لمنصور بن سعيد بن منانة ليجتبي من يقدمها بهذه الانطلاقة. لفهدة من الجانب الآخر، راشد بن حمد بن يمعة الحكماني تأتي على المركز الرابع وعلى المركز الخامس. المركز الخامس هنا النشلة لسيف بن علي بن سيف بن علي الخاطري يقدم لنا النشلة على خامس المراكز. المركز السادس بشارة لسالم بن فارس بن عفيرة العامري من ياتينا بن عفيرة من ياتينا بهذه الانطلاقة. سالم بن فارس بن عفيرة العامري ينطلقون على سادس المراكز. والمركز السابع، المركز السابع، المركز السابع اغتيال بدر بن محمد بن الشين الكثير مع اغتيال بهذا الانطلاق الشنذارة راشد بن نافع بن سعيد الوهيبي من الجانب الاخر يقدمها بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. الوصول من لهبيب لسالم بن مبارك بن نصرة العامري من تأتي بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. الوصول هناك على المركز العاشر بهذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل هنا ليالي لمحمد بن معيوف بالكدش العامري. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى. أناها على حضراتكم، لنا عودة مشاهدينا الكرام إلى الصدارة. هنا المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط، وهنا افهد من غيرت على الصدارة، افهد على المقدمة وعلى المركز الأول راشد بن حمد بن يمعى الحكماني من غيرت على الصدارة وعلى المركز الأول. الشبابية لمحمد بن سويد بن دشمان المنصوري تأتي على المركز الثاني والمركز الثالث. هنا سجة لمنصور بن سعيد بن منانة ليجتبي من يقدمها بهذه الانطلاقات والتحديات على المركز الثالث، بينما المركز الرابع، المركز الرابع مياسة حمد بن محمد بن مضحية العامري من يقدم لنا مياسة على المركز الرابع. والمركز الخامس ليالي، ليالي لمحمد بن معيوف بالكدش العامري من يقدم لنا ليالي هنا على في هذه الانطلاقة على المركز الخامس في هذا الانطلاق وبالمركز السادس، والمركز نعم الخامس، المركز السادس، المركز السادس. والوصول هنا من بشارة، بشارة، بشارة لسالم بن فارس بن عفيرة العامري من يأتي بهذا الانطلاق. والمركز السابع، المركز السابع اغتيال بدر بن محمد بن الشين الكثيري من يقدمها هنا بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل والتحديات. من نايع القادم أيضا من الجانب الآخر هذه الانطلاقات والتحديات هنا على أرضية هذا الميدان الذي نتابعه، نتابع هذه الانطلاقات والتحديات. وصلت جمايل راشد بن طالب بن متعب بن شريم المري يقدمها بانطلاقتها وتحدياتها الجميلة. هنا أرى وصول أيضا وتحدي آخر جميل، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذه اللحظات.
المقدمة وهنا فهدى 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 راشد بن حمد بن جمعة الحكماني لا زالت على الصدارة، ولكن ليالي 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 من الجانب الآخر تتسلل بهذه الانطلاقة. ليالي هنا الجميلة لمحمد بن معيوف بالكدش العامري من يقدم ليالي هذه اللحظات المتسللة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني فهدى راشد بن حمد بن جمعة الحكماني بالانطلاق مع الكيلو متر الأخير. هناك سجة من الجانب الآخر، سجة سجة لمنصور بن سعيد بن منونة هنا من يقدمها لاكتبي على المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع اغتيال بدر بن محمد بن الشين الكثيري هنا هذه الانطلاقة. الله 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 والأسماء القادمة وصلت سرابة لسالم بن عبد الهادي بن صالح بن لملح المري أيضا بهذا الأداء، ولكن ليالي 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 انفردت بالصدورة إلى الأنس على المقدمة وعلى المركز الأول. هذا الانطلاق الجميل ما شاء الله، سلام مدينة العين، سلام على أداء الليالي وانطلاقتها وانفرادتها. محمد بن معيوف بالكدش العامري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، سلام بوابة 11، سلام سلام لهال السود، سلام على هذا الأداء المميز الجميل الذي تقدمه ليالي. تهانينا وناموسي على هذا الفوز المميز الجميل ولحظة الوصول إلى خط النهاية. ها هي ليالي محمد المعيوف بالكدش العامري تصل بالفوز وبالناموس المركز الثاني. وانتظاري هنا تأتينا سرابة لسالم بن عبد الهادي باللملح، وهناك بشارة سالم بن فارس بن عهيرة العامري، وسجى لمنصور بن سعيد بن منانة. وعلى المركز الخامس مشاهدينا الكرام مبشرة العلي بن سعيد بن سعيد يملك تبي من حلت على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى. نعود هنا 7 دقائق 25 ثانية، 7 من الأجزاء من الثانية توقيت ليالي. تهانينا لمحمد بن معيوف بالكدش العامري على هذا الفوز المميز الجميل. بينما المركز الثاني هنا 7 دقائق 30 ثانية، 4 من الأجزاء من الثانية سرابة لسالم بن عبد الهادي بن صالح بن الأملح المري. بينما هناك بشارة من حلت على المركز الثالث ب7 دقائق 30 ثانية، 7 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لسالم بن فارس بن عفيرة العامري على هذا الفوز. تهانينا وناموس للجميع.